عام 1889 في شهر يناير أغار جيش مكون من 450 رجلا غدرا على واحة ليوا التي كانت في ذلك الوقت خالية من سكانها، وكان هناك فقط النبابيت رجال يقومون بتلقيح النخيل، تحصنوا حينها في أحد الحصون الصغيرة قبل أن يفجرها الجيش المعتدي. ياها ولاهي خلوة ما بها إنسان إلا نبابيت نتقطع في حلها، يا من تساعده المنية اللي كان، ويا من إلى ثقلة الأمور احتملها له التأميمة على كل من كان، واليود ينزل ساحته ونزلها، لولا جنابك مصبح السرح سرحان، ولا رعى شبل الأسد مع وعلها. يا شيخ لا تسمع بناقور عدوان، ناس تحط السم داخل عسلها، يرونك الأشياء كما خط عنوان، ومن داخل البقشة خبيث عملها، دعنا نصبحهم على ظهر ربدان، تصبح حلايبهم تسحب شملها. السلم شانوا للوغى ربدان، وحانت ملازيم الوعد، هجانت عراسهم فرسان، قواطع انقطع القلد، والله ما سلم سوى النسوان والكهل وصغار البلد، على الولي الهادي الرحمن اللي لها المسلم سجد، عندك شغامي من حماة أوطان وحوش تطرب للهدد، أصغرهم اللان الصخر مالان فيهم على العاي الجلد، ليتك ويانا ماضي الأزمان يوم الخوي دار وقعد، خالد محرك وانقضوا ليمان وخرابهم كل انشهد، ندرى السلوم وشيمة الجيران وافين ينصون العهد، مرق الشرايف للضعوف امحان ما كل من عزم صعد، غارت طلايعهم على العربان ولا راع ولي في المهد، واندبت مندوب مسيع بطان وياب الولد راس الولد. بعد الحادثة بنحو شهرين جمع الشيخ زايد بن خليفة قوة كبيرة من مختلف قبائل الإمارات وتوجهوا نحو بلاد المعتدين، وفي الطريق انضمت لهم المزيد من القبائل حاملين بيارق بني ياس الحمراء. امتطى الشيخ زايد بن خليفة حصانه ربدان، وكانت الغارة الأولى على بعض المعتدين، ودارت المعركة صباحاً انتصر فيها الحق وهزم فيها المعتدي، وغنم فيها الرجال أسلحة وألف رأس من الإبل وعشرين فرساً. دب الخوف في أوصال المعتدين وقائدهم عندما بلغهم أن جيش زايد بن خليفة قادم طالباً ثأرة، حفرت الخنادق رعباً وتوسلوا الرأفة والرحمة، قبلها الشيخ زايد بن خليفة بشروط حقنا للدماء، لأن العفو صفة من صفات النبلاء. يسحبون